طيب هنتكلم دلوقتي على جهاز التنس، وجهاز التنس ده اللي كان متقسم تبع تقسيمة السنسوري في الالكتريكال ستيميليشن. جهاز التنس هو جهاز سنسوري بيعمل على ان يعمل انالجيزيا للبين. جهاز التنس ليه تو مين تايبس، هنتكلم على تايبس تانية بس دول التو مين تايبس بتوع جهاز التنس في السنسوري، وهما الهاي تنس واللو تنس. ولما نيجي نتكلم عن التنس لازم نذكر تاني حتة البين باثوي، عشان التنس بيعمل على الكرونيك بين، الاكيوت بين والكرونيك بين. طيب انا هتكلم دلوقتي عن مقارنة بسيطة بين الهاي تنس واللو تنس باهم الحاجات اللي فيها. الهاي تنس زي ما قلنا بيعمل انالجيزيا للاكيوت بين، واللو تنس بيعمل انالجيزيا للكرونيك بين. طيب معنى كده ان الهاي تنس بيعمل بطريقة الجيت كنترول ثيري. الجيت كنترول ثيري، والجيت كنترول ثيري دي كانت بتاعت السبستانشا جيلاتينوزا والتي سيلز. طيب الهاي تنس بيبقى الفريكونسي بتاعته من 60 لمية هرتز، البولس ديوريشن بتاعه من 60 لمية ملي سكند. طيب عندي الافكت بتاعه، عندي appearance و disappearance. الافكت بتاعه بيظهر بعد 10 دقايق، بيقعد لحد ساعة او ساعتين. ده بيسكن مين؟ الاكيوت بين. بيبتدي التسكين عندي من بعد 10 دقايق، بيستمر التسكين من ساعة لساعتين. طيب الديوريشن بتاعة التريتمنت بقعد من 20 ل 45 دقيقة. طيب زي ما اتفقنا ان الهايتنس هيشتغل بطريقة الجيت كنترول ثيري، يعني هيتحس بالنوسيسبتورز، هيمشي على الفايبرز، واتفقنا ان الاكيد بيمشي على الاي دلتا، فهيضطر التنس او الهايتنس يمشي على الاي بيتا، على الاي بيتا فايبرز عشان يوصل لحد البوستيريور هون او السبستانشا جيلاتينوزا ويعمل لها ستيميليشن فتعمل انهبيشن للتي سيلز فيعمل انالجيزيا للبين. ده بالنسبة للهايتنس. بالنسبة للو تنس واللي هو بيعتمد او انه يعمل يعني انالجيزيا للكرونيك بين، فده هيعتمد على الاوبييت سيستم او الديستندنج ميكانيزم او الانهبيتوري ميكانيزم. طيب وده كان بيعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان الكرونيك بين بيمشي على السي فايبرز وبيوصل لحد البرين ستيم. طيب هنا الكرونيك بين عايزه اسكنه باللوتنس، فاللوتنس هيعتمد على الاوبييت سيستم او الديسندنج ميكانيزم، هيطلع على البرين ستيم وهيطلع على اي حاجه اسرع من السي. واتفقنا ايه اللي اسرع من السي؟ يا اما الاي دلتا يا اما الاي بيتا. هيطلع على النيرف فايبرز، هتحس بيه نوسيسبتورز، هيمشي في النيرف فايبرز يا اما اي دلتا يا اما اي بيتا، وهيوصل لحد الديستنيشن بتاعته وهي البرين ستيم. هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي انكريز في السكريشن بتاع الاوبييتس، يعني هيعمل لي سكريشنز للاندورفينز والانكيفالينز، وهيعلي السكريشن بتاع السيروتونين، فده هيعمل لي انالجيزيا للكرونيك بين. طيب الفريكونسي بتاع الجهاز بتاع اللوتنس من 2 ل 4 هرتز. طيب البلس ديوريشن، البلس احنا اتفقنا ان انا لما باجي ادي امبلس لازم ادي الامبلس بفريكوينسي معينه وببلس ديوريشن. يعني ايه بلس ديوريشن؟ يعني انا لو انا عندي ده كده الكيرفيتشر بتاعت الجهاز، تمام، انا عايزه ادي واريح، يا اما انا هدي حاجه اسمها كونتينوس يا اما انا هدي بلسد. continuous يعني انا اول ما من اول ما هشغل الجهاز والجهاز هيفضل شغال continuous. pulsed يعني انا اول ما هشغل الجهاز هشغله وهريحه واشغله واريحه، يعني من الاخر on و off. طيب الحته دي بيبقى اسمها pulse duration. طيب عندي هنا البلس ديوريشن اتفقنا ان هو من 60 ل 100 ملي سكند، هنا من 150 او 150 لحد 250 ملي سكند. طيب اتفقنا ان الافكت بتاع الانالجيزيا ليه ابيرنس وليه ديسابيرنس، ليه ظهور وليه اختفاء. الابيرنس بتاعه بيظهر من بعد 20 ل 30 مينت، بيقعد قد ايه؟ بيختفي او بيختفي بعد قد ايه؟ بعد من 6 ل 7 ساعات. طيب والديوريشن تريتمنت بشغل الجهاز، مده تشغيل الجهاز قد ايه؟ من 20 ل 45 دقيقه. وده كده كانت المقارنه بين الهاي تنس واللو تنس في تسكين الاكيوت والكرونيك بين.
ثانك يو. طيب هنكمل بقيه الانواع بتاعت التنس. كرنت عندي الانتنس تنس، والانتنس تنس دي حاجه سبيسيفيك جدا بستخدمها للبوست سيرجيكال وونز. زي ايه؟ زي ما اجي اعمل دريسنج للوند، يعني ايه دريسنج للوند؟ يعني انا بغير على الجرح بتاع السيرجري او بتاع العمليه. طيب دريسنج الوند للناس البوست سيرجيكال بيبقى حاجه مؤلمه جدا. طيب انا عايزه اعمل له بين انالجيزي او عايزه اسكن له البين، بستخدم معاه جهاز الانتنس تنس. طيب ده بيعمل ايه؟ ده الافكت بتاعه بيظهر بعد اقل من ربع ساعه وبيسكن الالم لحد 30 دقيقه، وهو ده المطلوب لحد ما اعمل دريسنج للوند. ده بالنسبه للانتنس تنس وما فيهوش كلام كتير. بالنسبه بقى للبرست تنس، البرست تنس التنس المفروض جهاز سنسوري، بس البرست تنس ده حته موتور في التنس، ده بيايم تو موسل كونتراكشن، بيعمل لي موسل كونتراكشن. ده ممكن استخدمه كبديل للفرادك وللجلفانيك، بس هو مش بيستخدم يعني كتير مينلي يعني. بس يعني تو نو ان البرست تنس ده موتور مش سنسوري زي بقيه التنس. ثانك يو.